مساء الخير. عابرا من ممر آمن وصل الأخضر الإبراهيمي إلى دمشق عن طريق بيروت، والمسافة التي قطعها كان يزرع فيها معلومات نافية للنسب، ويؤكد أنه لم يهدد بالاستقالة ولا هو اتصل بالروس من أجل لقاء مع الأسد. بيروت كانت نقطة ترانزيت نحو سوريا، لكون الإبراهيمي قد نأى بنفسه عن الخطر المحيط بمطار دمشق وآثر تجنب سقوطه في كمين غير محسوب. ووفقا للأنباء التي استبقت الزيارة، فإن الموفد الأخضر يحمل عناوين تتقاطع والأفكار الروسية الإيرانية الصينية، وقد أدرجت زيارته في خانة الإنذار الأخير. بإمكان الإبراهيمي أن يخرج من دمشق بضوء أخضر للحل إذا ما تكونت إرادة عربية ودولية لذلك، ترافقها حكما موافقة النظام وإبداء مرونة تشبه تلك التي تحدث بها فاروق الشرع. وللإبراهيم اختيار عينات صغيرة جرت تجاربها على مسرح اليرموك عندما نجح مساعده في فرض تسوية أعادت اللاجئين إلى مخيمهم. هناك كانت ميني حرب سورية تتفاقم بنظامها ومسلحيها بعلويها وسنتها وأقليتها المسيحية وضيوفها الفلسطينيين، وعلى خطها دخلت دول وهربت أسلحة وكادت تنشأ إمارات. وعلى الرغم من اختلاط لون القتال، فقد جرى إنقاذ الفلسطينيين من سفك الدماء والدمار. فإذا كان المساعد ساعد وتخطى عقبات الأزمة المحلية ومتفرعاتها الدولية والعربية، فهل يسمح لرئيسه بأن يهوي صريع الفشل؟ أنقذوا مخيماً فلسطينياً، فلماذا لا ينقذون المخيم السوري الكبير المفتوح على صراع الاقتتال الطائفي وتفجيرات لا ترحم وغارات نظامية أشد مرارة، بينها ما أعلن اليوم عن استهداف لمخبز في حماة بغارات جوية أوقعت نحو 200 قتيل. ومن فروع الأزمة ملف المخطوفين اللبنانيين والذين كانوا في أعزاز بحسب آخر رصد إعلامي لهم. ذووهم عادوا اليوم التصويب على تركيا مربط الفرس، وأعلنوا أن المصالح التركية ستكون هدفاً اعتباراً من العام المقبل. وللأهالي معايدة عبر قناة الجديد، إذ وجهوا إلى المخطوفين 9 تحيات العيد، وفي تواصلهم عبر الهاتف أكدوا أن المخطوفين ما عاد مسموحاً لهم سوى مشاهدة قناة الجديد. وبما أن أبو إبراهيم هو من جمهور هذه المحطة، فإننا نسأله وقف مكروماته في الضيافة التي طال أمدها والتخلي عن المشاعر الإنسانية، لأن من الحب ما قتل، وكفى الإبراهيميين شر استعمالهم أداة خطف. في السياسة المحلية صدى كلام النائب وليد جملاط يخرق هدوء العيد، وجديده هو عوارض حالة وسطية بدأت تنتابه غداة لقاءات دبت فيها روح الوسط. وأكد جملاط أنه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مركب واحد، نغرق معا أو ننجو معا، موضحا أن الهجوم سيزداد على ميقاتي وعليه وعلى الرئيس ميشيل سليمان أيضا، لأن المحادل والجرافات جاهزة، وهي من نوع كاتربيلر وسواها وربما من نوع فولفو. وهناك أيضا كميون أمريكي كبير جدا اسمه ماك، والعبرة بين البلدوزر الانتخابي أن يتمكن جملاط من بدء تزفيت الطريق لتسيير المحدلة الوسطية التي ستكون بماركة محلية مسجلة. والبداية لا تشبه المقدمة، حيث ما زال هناك مكان للفرح والعيد وشجرة الميلاد التي تقطف بكفية هذه المرة رونقها. والتفاصيل مع زميلة نوال بري. مساء الخير نوال. اهلا، مساء الخير سمان. يعني بنحسدك على الجو اللي انت فيه هلا، خبرينا شوي عن اجواء بكفية. بالفعل سمر، يعني الليلة وخاصة الليلة في بكفية تعم أجواء الفرح الكبيرة هنا هذه المنطقة، خاصة في أجواء الزينة التي ترونها بالخلف مني، إن كان من الزينة الضخمة التي عمل الجميع هنا على تزيين شوارع بكفية بها منذ نهار الخميس، أو حتى من يمكن القول
الأكواخ أو ما يشبه الأكواخ التي وضعوها لبيع السكاكر وغيرها من الأشياء هنا. ما يميز اليوم غير أنه قبل نهار من عيد الميلاد هو أن بكفية كانت تشهد منذ بضعة أيام يعني طقس سيء جدا، إن كان من ثلوج أو إن كان من أمطار. أما اليوم وبعد أن يعني جاء هذا الطقس ملائما بعد أنها يعني لم تمطر اليوم، هذا أدى إلى طبعا نزول عدد كبير من السكان إلى هنا المنطقة، إلى ساحة المدينة للمشاركة في زينة الأعياد. طبعا سوف الآن نتحدث مع بعض الموجودين هنا، ومنهم الشيخة نيكول الجميل التي تشارك الموجودين. مساء الخير شيخة. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بكفية. زينة بكفية يعني أعدت من أحلى زينة بلبنان. اليوم كحدا من أهالي بكفية، شو بتقولي بمناسبة العيد؟ هو مزبوط انه زينتنا كتير حلوه، مش بشطارتنا بس، لانه عنا هالارزات يلي عمرهم عشرات السنين هون يلي سمحوا لنا نقدم هالزينه الحلوه. وهالسنه حبينا نزيد على هالزينه هالسوق الميلادي هيدا تنزيد جو الميلاد، جو الفرح. الهدف من هالشي بس زرع الفرح بقلوب الناس. مثل ما بتعرفوا بالجبل بلبنان عاده بالسقعه الناس بتتضبضب ببيوتها، وشايفين يعني الناس بدهم شيء صغير يعبروا عن فرحهم. ومع هالشيء تفضل شوفوا قديش في ناس وقديش في اقبال على هالشيء، ونحن كثير مبسوطين مع كل الناس، وان شاء الله تكون هيدي عبره لكل البلدات بلبنان، خلي الكل يعملوا متنا. سمر، سوف نحاول يعني التجول قليلا هنا لكي يعني يتسنى للبنانيين مشاهده هذا المهرجان يمكن القول الجميل هنا في بكفية. نعم نوال، اذا هذه هي بعض الاكواخ. وهنا الشيخ سامي جميل يعني نزل الى الساحه. شيخ يعني مع وضعك الامني اليوم نزلت انت تشارك بكفية هون وقت اكون بضيعتي انا ببيتي، وكل كل الناس الموجودين هون هن عائلتي الكبيره، فاكيد هون مش اخاف. بيقولوا انه بكفية هي من اجمل الزينه بلبنان. بفتكر مش من هي اجمل زينه بفتكر. واليوم بمناسبه الاعياد شو بتحب توصل رساله للبنانيين؟ كان ان شاء الله روح المحبه، روح الميلاد ضاين اكثر من عيد الميلاد، وتعم كل السنه وتفتح قلوب الكل كرمال تنبني بلد بنحبه، وبلد البلد الحلو يلي طول عمرنا عشنا فيه. بس هذا بتمنى. ميرسي لكم. اذا هي يعني اجراس هي أجراس الكنيسة ما زالت يعني بدأت تقرع. شيخ في سؤال حابين نضيفه، بعرف أنه بعيد عن أجواء العيد، ولكن اليوم انتخابات، عم بيقولوا في انتخابات ولا ما في انتخابات؟ اليوم مش نهار نحكي بالانتخابات، اليوم أكيد لا، بس أنه بتطمن اللبنانية حيكون في انتخابات قريبا؟ نتمنى يكون في انتخابات، بس هلأ يلي عم نشوفه اليوم هو أحلى من كل شيء، أحلى من الانتخابات، أحلى من السياسة، أحلى من كل شيء. اليوم لازم ننسى السياسة وننبسط ونفرح ومثل ما بيقولوا نتصالح مع حالنا ونتصالح مع الناس. هيدا عيد المصالحة، المصالحة مع الذات ومع الناس. افتكر هيدي هي اليوم، شوف شو حلو، ليك العجقة والناس العالم قديمة مبسوطين. طب معقول هالعيد يقربكم لبعض لتوصلوا لطاولة الحوار، ترجعوا لطاولة الحوار؟ ان شاء الله يا رب، مش بس نوصل لطاولة الحوار، ان شاء الله هالروح هيدي روح العيد تخلينا نرجع نحب بعضنا، وقتها بنحب بعضنا كله بينحل. شكرا شيخ. إذن هذه هي الأجواء هنا سمر، فعلا هي من أجمل الزينة هنا في لبنان، وكنتم من بكفية إذن سمر. شكرا لك يا زميلة نوال بري، حدثتنا مباشرة من بكفية. عشرات القتلى والجرحى في غارة جوية على مخبز في ريف حماة، والمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي يلتقي الأسد الاثنين حاملا خطة جديدة لحل الأزمة السورية. من بيروت التي وصلها جوا انتقل المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي برا إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين هناك، بمن فيهم وزير الخارجية وليد المعلم والرئيس بشار الأسد المقرر أن يلتقيه الاثنين. وقد حال القتال الذي يدور قرب مطار دمشق دون سفر الإبراهيمي جوا إلى العاصمة السورية التي نفى قبيل توجهه إليها تهديده بالاستقالة أو اتصاله بالمسؤولين الروس طالبا الضغط على الأسد ليستقبله. وبحسب مصادر مطلعة سيركز الإبراهيمي في محادثاته على خطته الهادفة إلى التسوية السياسية للأزمة السورية في ضوء المحادثات التي أجراها مع مسؤولي الخارجية في واشنطن وروسيا والمعنيين بالأزمة، والتأكيد على أنها ستكون زيارة الإنذار الأخير أمامه في مواصلته مهمته الدولية. وكشفت صحيفة لفيجارو الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أن الخطة الأمريكية الروسية تنص على تأليف حكومة
انتقالية من وزراء مقبولين من طرفي الصراع في سوريا على أن يحتفظ الأسد بالسلطة حتى عام 2014 لاستكمال فترة ولايته من دون أن يكون له حق إعادة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن الأسد وبحسب المصدر يرفض ذلك، وهو يوافق على التنازل عن سلطاته إنما يريد الترشح للرئاسة عام 2014. وفي مؤتمر صحفي لفت وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إلى أن المشهد الوطني يشهد حراكا سياسيا كبيرا وجادا داخل سوريا بين كل القوى الوطنية السياسية بغض النظر عن موقفها، موضحا أن هناك حراكا سياسيا مهما نأمل أن يكون مثمرا وإيجابيا لمصلحة الدولة السورية، مؤكدا وجود عصابات مسلحة وإرهاب وعنوان يقود كل هذه العصابات وهي جبهة النصرة. عندما نتحدث عن حوار وطني فنحن نتحدث عن حوار مع الذين يؤمنون بالحوار الوطني كمدخل لعملية سياسية عميقة وجدية ومعبرة. أما الذين رفضوا الحوار في بياناتهم ودعوا إلى التسليح ودعوا إلى استخدام السلاح، هؤلاء أمر آخر. الله أكبر، الله أكبر، اشفح الفاية البلدي، اشفح الفاية البلدي. ميدانيا تصدرت الغارة الجوية على مخبز في محافظة حماة مشهد الأحداث الدامية في سوريا، وقالت لجان التنسيق السورية إن 200 شخص قتلوا وجرح العشرات من المدنيين في غارة جوية على مخبز في محافظة حماة وسط سوريا، بينهم نساء وأطفال، فيما لم يسقط أي ضحايا من عناصر الجيش الحر. وأكد أن الوضع الإنساني صعب بسبب زيادة عدد القتلى والجرحى وافتقاد التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الأمر. واستهدفت الغارة بلدة حلفاية التي استولى عليها مقاتلو المعارضة مؤخرا في تقدم ميداني جديد في محافظة حماة. وكان أحد النشطاء قد أكد بعد وقوع الغارة أنه لا يمكن الحصول على رقم محدد للضحايا. المصالح التركية في لبنان ستصبح هدفا لأهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا بدءا من مطلع العام الجديد. أعلن أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز السورية عن تعطيل كافة المصالح التركية بدءا من الأول من كانون الثاني المقبل في حال لم يطلق سراح أبنائهم. وكشف الأهالي أنهم لم يصعدوا لأن العائلات تحترم الدولة اللبنانية، لكن إذا لزم الأمر أن نخطف لنعيد أبناءنا سنخطف أتراكا ولا مشكلة بذلك. من أول سنة بدنا نسامح باللي قلنا إذا ما إجوا، بس بدنا نعتبر أنه كل شيء اسمه مصلحة تركية موجود بلبنان بده يتوقف بطريقة أو بأخرى. لو بدنا ننام بأجسادنا قدام رحلات الطيران تبعولهم وقدام باخراتهم وقدام برادات السمك وقدام كل شيء بيجي فيه مصلحة تركية بدنا نعطل. إذا الدول بتقيس بالمصالح هلأ الدولة التركية تقيس المصالح هلأ، إذا قادرين يضحوا بكل هو كرمال هو التسعة اللبنانيين يضلوا بأعزاز المسألة بترجع لإلهم. طيب شو صار بالمفاوضات؟ ولا صار شيء، بعد 7 أشهر بيقولوا لنا انه تعقدت وما في شيء واللي كانوا عم يفاوضوا طلعوا نصابين وطلعوا كذابين. من يدعم المعارضة السورية مطالب ان يثبت انه يدعم حق وثورة وحرية، والا انه يدعي ادعاء اقل ما يقال انه ادعاء كاذب. يعرفوا كلهم سوا انه الصبر له حد. وطالب الأهالي الدولة التركية بتحمل مسؤولياتها مباشرة أو بالواسطة، داعين رئيس الجمهورية للاتصال برئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري والنائب عقاب صقر لمعرفة مصير المفاوضات. هذا وسلم الأهالي ممثل عن السفارة التركية رسالة إلى الدولة التركية. بطلب متواضع من المخطوفين في سوريا يطل الأهالي في هذا التقرير مع زميلة نوى البري لكي يشفي المخطوفون الذين يشاهدونهم اليوم بعضا من غليلهم.
7 أشهر وعلي صغيب لم يرى عائلته، 7 أشهر ومحمد منذر لم يطمئن على صحة والده المريض، 7 أشهر لم يستطع خلالها علي عباس إعالة أخيه الصغير، 7 أشهر ودولة بكل قواها السياسية والأمنية الموجودة هنا منها والمرابضة على الحدود التركية السورية لم تستطع بعد استرجاع مواطنيها. المخطوفون وفي اتصال مع عائلاتهم كان لهم طلب متواضع، خصوصاً إذا ما قورن بالمطالب السابقة، طلب أقرب إلى استغاثة أسير اشتاق إلى أهم ما في عالم الحرية، عائلته. كيف تحلمني؟ حبيبي والله مشتاقين لعيونك. خلي لي عيونك يا رب. أنا شفتكم عم بتتكلم مع علي ومع نور. تقبر قلبي أنت إن شاء الله حبيبي. إذا بيحاولوا يزيدوا لنا إياه عن الطريق. خلص، مين بدك؟ النيو تي في الجديد ولا ام تي في الجديد لعيونك على بكره التحضيره. العائلات وبطبيعه الحال لبت نداء ابنائها فورا، مقرره عدم ذرف الدموع هذه المره. اشتقت لك يا جدو كتير كتير، امتى بدك ترجع؟ وهذه ساندرا اللي انت طلبت تشوفها، قال انه عنده حفيده بعد انه ما طلعت. هيها قولي باي لجدو اللي له حبك كتير يا جدو. عيد راس السنة الله يجمعنا سوا ونكون نحن وياك بألف خير وبألف صحة. شو جيتوا؟ يلا بسرعة بسرعة جيبوا نشوفكم البابا اليوم. بصير يلا بابا يلا. اليوم بابا حيشوفنا على التلفزيون. ما بديش نبكي بابا، أنا ما نبكي، بدي أشوفك اليوم بابا. أنا بدي أقول لك يا بابا إنه اشتقت لك كتير، والبيت بلك ما بيسوى شيء. ما بيسوى شيء، وأنا حاول بوعدك إنه أرفع لك راسك هالسنة إن شاء الله، مثل ما قلت لي على التليفون. بدي أقول له بابا إنه اشتقت له كتير، بدي أقول له إبراهيم إنه يرجعه بسلامة قريبة. بقول له لأبو علي طال الانتظار يا صاحب الدار. زعلان كتير زعلان، أنا بدي يشوفني على التلفزيون. يعني شو بدي أقول له؟ بدي أقول له ما تزعل مني، وبالنا وقلبنا معك. بدي أقول له إنه الدنيا بدها صبر بس. ما في شيء غير الصبر. مشتاقين له كتير وفاقدين له يعني، وما في عيد بلاوي. ما تطول علينا جدو يا حنون، اشتقنا لك قبل ما ترين بكيت هالعيون. دير بالك على حالك، ما تحكي لهمنا بشي، نحن معنا اصلا لوجودك بيناتنا. قل الحمد لله نحن بخير، دير بالك على حالك، بصبر إن الله مع الصابرين. أتمنى يكون معنا قبل العيد، وبحب أقول له إنه ما يقلق علينا، نحن بخير ويدير باله حال. إحنا مشتاقينك كتير وناطرينك، وإن شاء الله تكون صحتك منيحة، إن شاء الله بترجعنا بالسلام اليوم أو بكرة. صراحة علي كتير اشتقت لك، وحابب إنه تكون معنا لأنه أنت خيرنا الكبير وما قلنا غيرك. اللي صبر يوم من الأيام إنه يجي مثلاً اللي أولاده موزعين على المستشفيات بسبب إصابات، فهذا بيكون عنده قلب كبير. لأنه اليوم أنتوا لو بتعنوا كل التسعة الموجودين، لو بتعنوا شيء لحدا ما كنتوا بعدكم موجودين هونيك، ويمكن هن الأخبر. يعني إحنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى يردوا علينا، واللي كانوا عندهم بيحموهم إن شاء الله. يعني أنا بيشتقت له وأنا بحبه، وأنت بده يجي بابا عارف أمتى. نحن بدنا شغل يرجع بابا. مثل ما انت كنت جامعنا انا جامعيتهم، والرساله اللي كنت ماشي عليها عم كفيها، وشو بدي اقول لك اكثر من هيك؟ يا امي الله يوفق ليك، يا امي الله يردك علي بالسلامه يا ابني، الله يردك علي بالسلامه يا امي. بتمنى انه شعون بابا خير وسلامه قبل العيد. ما هو بدي عيد معنا، هو بدي عيد مع اولاده، ونحن بدي عيد معه. وللمخطوفين التسعة الذين نأمل أن يكونوا قد شاهدوا هذا التقرير، نتمنى أن لا يأتي العام المقبل قبل أن تكونوا مع عائلاتكم. وإن كانت الدولة أضعف من أن تسترد مواطنيها، فإن إرادتكم أقوى من أي أسر وأي ظلم. النائب وليد جملاط يتهم فريقي السياسة في لبنان باستئصال الوسطية، ورئيس حزب القوات اللبنانية يرد. أشار رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط في حديث للنهار أن فريقي 14 والثامن من آذار يفصلان بذلة انتخابية على قياسهما زائدة بذلة رئاسية.
واتهم جنبلاط الفريقين باستئصال بعض الأطراف الوسطية وهو منهم، وقال: أنا لست ملحقا بأحد، وهناك رأي عام لبناني صامت ووسطي يريد الخروج من هذه الثنائية المدمرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. واستغرب جنبلاط حديث 14 من آذار بأنهم مهددون وهم في المقاهي وغير المقاهي وفي المنازل يلتقون بحجة الانتخابات لأنها الهدف الأساسي. وأكد جنبلاط أنه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مركب واحد، نغرق معا أو ننجو معا، موضحا أن الهجوم سيزداد على ميقاتي وعليه وعلى الرئيس ميشيل سليمان أيضا، لأن المحادل والجرافات جاهزة وهي من نوع كاتربيلر وسواها وربما من نوع فولفو، وهناك أيضا كاميون أمريكي كبير جدا اسمه ماك. أما في الموضوع السوري فاعتبر جنبلاط أن المهم أن يخرج الشعب السوري من هذه المحنة الدامية، مشيرا إلى أنه لو جرى تسليح الجيش السوري الحر كنا خلصنا. وردا على حديث جنبلاط عن مبالغات أمنية عند قيادات 14 من آذار، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: نحن نأخذ جنبلاط كما هو، مذكرا إياه بأن 3 محاولات اغتيال حدثت في آخر 6 أشهر، والثالثة منها كانت قاتلة بحق اللواء وسام الحسن. وتابع ردا على جنبلاط: إن قانون الانتخاب لا يقاس على قياس أحد، بل هناك ثغرة في اتفاق الطائف لأن هناك مجموعة لا زالت مسلحة تحت عنوان المقاومة، وهناك ثغرة ثانية نستطيع تصحيحها وهي قانون الانتخاب. أهلا بكم من جديد. رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية يؤكد أن حكومته ستتحمل مسؤولياتها، ويطلب من المسؤولين اللبنانيين إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العيش الكريم. يا أبناء شعبنا الفلسطيني على أرض لبنان الشقيق، يا أبناء الشعب اللبناني الشقيق. في الذكرى 25 لانطلاقة حركة حماس، وجه رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية كلمة عبر الشاشة إلى المحتفلين بهذه الذكرى في المدينة الرياضية في بيروت، أكد فيها أن حكومته ستتحمل مسؤولياتها كافة تجاه الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية. نؤكد لأهلنا في مخيمات لبنان، ونؤكد لأهلنا ولبنان شعبنا في المخيمات السورية، وجه هنية رسالة إلى الرؤساء اللبنانيين 3 شدد فيها على حق العودة. أتوجه لكم بالنداء إلى ضرورة منع أبناء المخيمات حقوقهم الأساسية ليعيشوا حياة كريمة، حياة تليق بلبنان وحياة تليق بالفلسطيني إلى أن يعود إلى وطنه. هنية أننا بدأنا نشهد بداية الانهيار لمشروع الاحتلال الإسرائيلي. الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي يرأس قداسا تحضره السفيرة الأمريكية في لبنان، ويصلي على نية ضحايا المدرسة الأمريكية. رأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي قداس الأحد في كابيلا القيامة في الباحة الخارجية لصرح البطريركي في بكركي، وذلك بحضور النائب نعمة الله بن نصر على رأس وفد من جامعة الضو، والسفيرة الأمريكية مورا كونيلي، والقنصل العام في السفارة سارة بيلمان، وسفيرة المنظمة العالمية لحوار الأديان والحضارات في العالم الدكتورة سلوى غدار يونس، وأعضاء مجلس كاريتاس لبنان الجدد. وأمام السفيرة كونيلي رفع الراعي الصلاة على نية ضحايا مجزرة مدرسة ساندي هوك الابتدائية في مدينة نيوتاون الأمريكية. ونرحب ثالثاً بأركان السفارة الأمريكية في لبنان سعادة السفيرة السيدة مورا كونيلي، ونرحب أيضاً بسفيرة المنظمة العالمية لحوار الأديان والحضارات الدكتورة سلوى الحاضرة معنا، ونعزي السفارة الأمريكية.
ومن خلالكم السلطات الأمريكية والشعب الأمريكي، ونعزي أهالي الضحايا البريئة. لا يحق أن تمر هذه المجزرة كحدث عابر له تأثيره الآني فقط، بل ينبغي على المسؤولين في العالم وفي كل دولة أن يضعوا حداً للغة السلاح والعنف والحرب ولارتكاب جرائم الاعتداء على الحياة البشرية بالقتل أو البتر أو التشريد. وقال الراعي إننا نصلي لكي يحرك الله ضمائر المسؤولين في الدول لكي يحدوا من نشر السلاح ويضبطوه، ويبذلوا كل جهد من أجل حل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية بعيداً عن العنف والحرب، ولكي يكفوا عن مساندة الإرهابيين والراديكاليين والأصوليين. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أعلن من برنامج الحدث الانتخابات في ظل قانون الستين، كاشفاً أن اللواء أشرف ريفي نفى وجود عنصر من حزب الله في موقع جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن. لا، مش على أي قانون. لا، مش رح نخليكم تضلكم مغتصبين البلد، ما رح نخليكم تضلكم حرامي. ها، شو بتعملوا؟ بلا الانتخابات كيف؟ شوف، خلينا نهيئ لتغيير حقيقي بالبلد. خلينا، بدي اقول لك شغله، كل اللي عم يصير من حوالينا بده يوصل لعنا. فخامه الرئيس بيعرف انه لو انه في بلد مؤسسات ما كان عمل هو رئيس جمهوريه. نعم، لانه ما كان عمل قائد جيش اول شيء، لانه طير 25 ضابط وقتها، طير لواء غازي كنعان 25 ضابط تعملوا رئيس قائد جيش. ثاني شيء، خالف الدستور، صار في مخالفه للدستور. ولو في كان مجلس دستوري وحصل طعن بالمجلس الدستوري ما كان قدر عمل رئيس جمهوريه. صار في مخالفه للدستور عمل رئيس جمهوريه. يعني شويه المبالغه بانه يعني يا لطيف هالكفوف البيضاء نخفف منها احلى. بعتقد كلينتون صار رئيس سابق، بيبرمش يعمل محاضرات بيشرح رايه وكذا، وجهتنا جورج بو كمان لازم يروح، يعني كمان المعرفي حرام احتكاره. نعم، هي تعميمها على الانسانيه. لا يبدو بانها محتكره، يبدو انه لازم يعممها على الانسانيه جمعاء. يعني كل الانسانيه لازم تعرف التجربه الرائده بالديمقراطيه اللبنانيه. هو متكل على النواب اللي وصلوه لبنان، اللي مين ما بده بيظهر معه، واصغر سفير لاكبر سفير بيجي بيوشوش وبيمشوا بامره. بالتحقيقات هل تتوقع الوصول الى نهايه بملف اغتيال اللواء الحسن؟ ما بعتقد هيك جرائم توصلي فيها لنهاية. حسب ما فهمت من اللواء ريفي ما عندهم بعد أي دليل. يعني في أحد النواب تحدث عن شخص هذا لابس برنا، طلع شغيل سوري عم يشيل سيارة من محل لمحل، يعني ما معروف أو شيء. نائب نهاد مصنوع؟ لا، مش مزبوطة طلعت الخبرية طبعا. ما طلع من حزب الله؟ أبدا مش مزبوطة، مع أنه سمي أيضا على أحد المواقع الإلكترونية وأنه اللواء ريفي خبرني. مش مزبوطة. تضاربت المعلومات حول وقوع إشكالات في سجن رومي، فقد أكدت مصادر أمنية في السجن أن الأمور هادئة، وأن القوى الأمنية ليست في صدد القيام بأي مداهمات، وأن كل ما في الأمر أن العديد في السجن محجوز بسبب الأعياد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذ في قوى الأمن عند الأعياد، في حين أن المساجين وتحديدا في مبنى المحكومين والأحداث يؤكدون أن القوى الأمنية قطعت عن الزنازين الكهرباء. للاطلاع معنا اتصال مباشرة في هذه الأثناء من أحد السجناء في سجن رومية. مساء الخير. تفضل. مساء الخير. مرحبا. أهلا وسهلا فيك. معك أبو كريم من سجن رومية مبنى الأحداث تحديدا. أهلا وسهلا فيك. شو عم بيصير بالسجن؟ اللي عم بيصير أنه إلو يومين ثلاثة عم بيضيعوا على المساجين، ما عم بيخلوا الاهالي تجي، عم بيطفوا الادويه، سكروا النظارات اليوم بدهم ينقلوا كل العالم، عم بيضلوا على العالم، فاتوا لينا الشغب هلا نازلين بالعالم خبيط بمبنى المحكومين ومبنى الاحداث. العقيد خيلع تحديدا، يا بتخلصونا منه يا ما بتلحقونا، ناوي على العالم، ساعة بيخترع لنا قصص، ساعة بيخترع لنا خبريات، تليفونات، شو خص التليفونات طلعها براسنا، خلينا هلا خربين السنه من هلا لساعة ساعتين، هلا المباني كلها حتولع. العالم كله محجوزه جوا، والعالم نازل الشغب عم بتخبط بالعالم، ما عارفين شو عم بيصير. له يومين هيك
تحديدا العيد زي لو انا عم بقول لابو كريم من مبنى لو سمحت نحن بنتحفظ عن ذكر اسماء الناس اللي عم تذكرها سواء كان من السلك العسكري او من المساجين. تفضل. عيد سؤالك يا سفيري، ما عم بسألك، عم قلك منتحفظ عن ذكر أسماء سواء كان في السلك العسكري أو أسماء المسجونين. تفضل فيك تكمل بس بلا ذكر أسماء لو سمحت. على, على, على راسي أنت، بس أنا في شيء مش طبيعي حكرتكم كمان تلفزيون تصل فيه وتحكي الموضوع، ما في شيء. أصلا عادي الفوز محضر تليفون بالشبيه بسكر النظارات على العالم بيبيعوا الشغل يخطوهم. هذا اللي عم يصير معنا يا ستنا، هذا اللي عم يصير معنا. طيب هلا شو رح تكون ردة فعلكم كمساجين؟ شو عم بيصير؟ في عالم محلها مشانقة، في عالم في كشرة محلها مشانقة، هي صنباير هلا معلقة. شو يعني معلقة مشنقته؟ ما فهمنا. ألو؟ عم بسألك شو يعني معلقة مشنقته؟ شو يعني؟ معلقة حبال، معلقة حمل بده يشنق حاله إذا عم يظهروا، ثلاث مساجين هلا معلقة مشنقتها، عالم خابطة بحالها، هذا الزلمة بعد يطلق المساجين بحالها. نعم. أنا بشكرك على هذه المعلومات وهذه المداخلة، وطبعا هذا الموضوع كله نضعه في أيدي الأجهزة الأمنية والسلك العسكري الموجود داخل السجن. الحاج محمود علي خضر بحاجة إلى عملية زرع كبد والاتكال على الله وأهل الخير. ماذا تفعل في بلد تضطر فيه إلى بيع أرضك في سبيل الاستشفاء؟ هذه هي حال الحاج محمود علي خضر من بلدة جيرون في قضاء الضنية الذي يعاني قصورا في الكبد ما يستدعي إجراء عملية زرع في وقت لا تملك عائلة الحاج محمود من كلفة هذه الجراحة سوى الدعاء له بمعجزة ما. كل فوطة طلبت 200 300 400، إذا فليتر بدل 400 ألف، بالشهر بدل 1000 دولار، 1,200,000 ألف. ما أبدا لا ضمين لا أنا ولا ابني ولا مرتي، عندي 12 رفص 12 ولد، حولي مثل منك شايف، لا شغلة ولا عاملة. عندي شافة أرض تحت بالسريح اللي بعتها عم بتحكم فيها هلا تقريبا، صرت على الخالص. بنشد الأويدي من الدولة، بنشد الأويدي من الطيبين، معي الوزير الصحة كمان. أنا بشكر فضله قدام القبر، يعني الزلمة هيدا هو الوحيد وزير الصحة قدام لي شهرية، وبقيت متى بقى ما في إلا الله يعني. علما أن بلدة جيرون تبعد عن أقرب مستشفى نحو ساعتين. بلدية مرجعيون تقيم حفلاً ميلادياً للأطفال في البلدة، والكتيبة الإسبانية وزعت الألعاب على طلاب مدرسة الإليعة، وصيدا وجزين تحتفلان أيضاً. لمناسبة عيد الميلاد المجيد أقامت بلدية جديدة مرجعيون حفلاً ميلادياً وترفيهياً لأطفال البلدة في المركز الرياضي الثقافي التابع لكلية مرجعيون الوطنية بحضور أعضاء المجلس البلدي وفعاليات وحشد من الأطفال. استهل الاحتفال بدخول الفرقة الموسيقية التي عزفت أغاني ميلادية تفاعل معها الأطفال، ثم قدمت فرقة السيرك اللبناني عرضاً فنياً من الألعاب البهلوانية تلاه الألعاب النارية. وفي ختام الاحتفال دخل بابا نويل على عربة تقليدية تجرها الغزلان وسط فرحة الأطفال ووزعت الهدايا. وللمناسبة عينها وزعت الكتيبة الإسبانية الألعاب والهدايا على طلاب مدرسة الإقليع الرسمية بحضور رئيس البلدية حنا الحوراني ومسؤول المنطقة التربوية في النبطية ومسؤول وحدة التعاون المدني العسكري في الكتيبة الملازم أول توريس وعدد من ضباط الكتيبة الإسبانية. وبعد كلمات الشكر والتقدير للدور الذي تلعبه الكتيبة الإسبانية قام قائد الكتيبة بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال. وفي منطقتي صيدا وجزين عمت الاحتفالات بعيد الميلاد أيضا، وفي هذا الإطار أقامت مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية في صيدا أمسية ميلادية في قاعة المدرسة، وفي كنيسة دار العناية في الصالحية أحيت جوقة شبيبة المخلص أمسية ميلادية. أما في روم فأضاء شباب البلدة برعاية كاهن الرعية شجرة ميلادية عملاقة في ساحة روم بلغ
ارتفاعها نحو 14 متراً. وفي بلدة أنان الجزينية أقيم احتفال لحوالي 500 طفل تخلله عروض فنية وتعبيرية من وحي الميلاد، كما شهدت مدينة جزين احتفالات ميلادية. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، دعت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان لها جميع العرب والأجانب إلى زيارة وطنهم الثاني لبنان متى يشاءون، مؤكدة أنهم سيحظون بأقصى درجات الرعاية والاهتمام والسهر على أوضاعهم المختلفة من قبل الجيش وسائر الأجهزة الأمنية التي تتابع مهامها بكل عزم للحفاظ على مناخات الحرية والأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد. أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن الأطماع الإسرائيلية في لبنان لن تتوقف، وآخرها ما تردد حول الخطة الأمريكية لتحديد منطقة الغاز، وتبين منها أن الإسرائيلي يريد وضع يده على مساحات من البحر. وخلال لقاء تكريمي للعاملين في جمعية كشافة الإمام المهدي في الهرمل، أكد الحاج حسن أن المقاومة وسلاحها يمثلان تحديات خطرة بالنسبة للعدو الصهيوني، بينما بعض اللبنانيين والعرب لا ينظرون إليها إلا بوجهة نظر سلبية. نوه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز المعين نصر الدين الغريب بالمساعي التي يقوم بها الرئيس نبيه بري لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية المختلفة لإقرار قانون للانتخابات يرضي الأغلبية ويعكس التمثيل الصحيح. كما تطرق الشيخ الغريب إلى إلغاء جمعية التضامن الخيري واستبدالها بلجنة للإشراف على أوقاف بيروت الدرزية، متمنيا من جهة أخرى عودة السلام إلى سوريا، وتقدم بالتعازي لرحيل الشيخ عقل حسين جربوع. أكد أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات أن النزوح الفلسطيني إلى لبنان هو عملية مؤقتة مرتبطة بتحسن الأوضاع في سوريا، كاشفا أن الاتفاق بين الفصائل والحكومة السورية والمعارضة سيتيح عودة بعض العائلات إلى مخيم اليرموك، مشيرا إلى أن الأونروا تتحمل مسؤولية جميع النازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا. كلام أبو العردات جاء عقب لقائه النائب بهية الحريري في مجدليون التي ترأست بدورها اجتماعا للجان المتابعة لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي اللبناني والفلسطيني لمتابعة خطة الطوارئ التي وضعت لمتابعة موضوع اللاجئين الفلسطينيين. كرمت أندية إقليم الخروب الوزير علاء الدين تر في جامعة هاواي في جدرة، وذلك تقديرا لمساهماته ودعمه للأندية الرياضية في إقليم الخروب. دعم من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان في المستشفى اللبناني جعتاوي. لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة وجريا على عادتها كل عام، قامت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادي بزيارة للمستشفى اللبناني الجعيتاوي في الأشرفية، حيث تفقدت الأطفال المصابين بالسرطان والذين تساهم في نفقة علاجهم في إطار الدعم الذي تقدمه مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية إلى جمعية الأطفال أولا كيدز فيرست التي تعنى بهم. الجمعية وإدارة المستشفى شكرتا عطاءات مؤسسة الوليد بن طلال المستمرة، واستمعت الوزيرة الصلح إلى مشاكل الأهل والأطفال، متمنية على وزارة الصحة النظر إلى كل الأطفال من دون تفرقة إن كانوا من الجنسية اللبنانية أو من جنسيات عربية مختلفة، لأن المرض لا جنسية له. وأضافت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية: مع الأسف المرض يزداد عند الأولاد الذين هم أساس خلية العائلة وبالتالي أساس خلية الوطن. معالي الوزيرة، تساعدين من أحاطت حياته ظلمات يأس قاتل، فتبعثين الروح والحياة وتضيئين كشمس تعطي الدفء والنور. إلى أمنا التي لم تلدنا ولكن عيناها لا تنام على آلامنا، تأتي إلينا من زمن سيدنا المسيح عيسى بن مريم لكي تخلصنا من عذاباتنا نحن الأطفال المرضى، ونسأل الله أن يملئ قلبك بالفرح الأبدي. نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادي، وبعدما تسلمت هدية تذكارية من جمعية كيدز فيرست بحضور النقيبين السابقين للأطباء الدكتور ماريو عون والدكتور جورج أفتيموس، جالت على الأطفال المرضى بحضور ذويهم وأقاربهم الذين التقطوا الصور التذكارية معها قبل أن تقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال بحضور الطبيب المعالج بيتر نون والأهالي والجسم الطبي المعاون في قسم سرطان الأطفال في المستشفى.
نحييكم من جديد ونواصل تقديم النشرة. النتائج غير الرسمية للاستفتاء على الدستور المصري تشير إلى أن أغلبية الناخبين المصريين صوتت بنعم، والمعارضة تعد بأنها ستعمل على إسقاط الدستور. قالت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة في بيان ألقي في مؤتمر صحفي إثر انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور إن نتيجة الاستفتاء التي أظهرت موافقة بنسبة زادت على 60% من الأصوات تسبب فيها ما حدث من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي. وأضافت الجبهة أنها ستطعن أمام القضاء على النتيجة، مؤكدة مواصلة النضال مع الشعب المصري من أجل أن يحظى بحقوقه وحرياته بحسب البيان. نلتزم بأن احنا سنواصل نضالنا الجماعي السلمي من أجل إسقاط هذا الدستور بالطرق المشروعة في أقرب وقت ممكن، لأن الدستور لا يليق بالمصريين. وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت مساء مع تصويت نحو نصف الناخبين المسجلين في مصر وعددهم 51 مليون نسمة. وأظهر إحصاء غير رسمي للإخوان المسلمين أن 64% من الناخبين وافقوا في جولتي الاستفتاء على دستور مصر الجديد الذي أعدته الجمعية التأسيسية. ووفقاً لحسابات الجماعة فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71% على الدستور، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 64%. الاستفتاء كان في منتهى النزاهة، أنا شفت بعيني، يعني ما فيش حد قال لي ولا واحد، بنسبة 63% هي أقل ما يجب. كله تزوير في تزوير، ليه للشعب المصري أصلاً في 70% منه جاهل وأمي؟ فال70% الجهلة مشوا 30% المتعلمين. وقالت منظمات حقوقية إن مخالفات شابت المرحلة الثانية من الاستفتاء، مشيرة إلى أن بعض مراكز الاقتراع فتحت متأخرة، وأن الإسلاميين قاموا بحملات دعائية بشكل غير قانوني عند بعض أماكن الاقتراع، كما شكت من مخالفات في تسجيل الناخبين. أما لجنة الاستفتاء فلن تعلن النتائج الرسمية للجولتين الأولى والثانية قبل يوم الاثنين بعد النظر في الطعون، وإذا تأكدت هذه النتيجة فستجري انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريباً. في روسيا أدت موجة الصقيع التي تضرب البلاد والمستمرة منذ نحو أسبوع إلى وفاة عشرات الأشخاص، وشهدت مناطق روسية درجات حرارة منخفضة جداً، وسجلت أكبر موجة صقيع في جبال الأورال وسيبيريا بعدما بلغت أكثر من 50 درجة تحت الصفر. وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية الروسية فإن هذا الصقيع غير المعتاد، لم يسجل في روسيا إلا منذ 50 عاما. كان في النشرة الإبراهيمي إلى دمشق عبر بيروت. وغارة على مخبز في حماة تقتل 200 شخص. ميدان يا عرب، أي إصلاح أمك الشعب. تركيا هدف لأهالي المخطوفين في العام الجديد. اسمه مصلحة تركية موجود بلبنان، بده يتوقف بطريقة أو بأخرى، لو بدنا ننام بأجسادنا قدام رحلات الطيران تبعوا لهم. والجديد عيدهم الوحيد. بدي أشوفك اليوم بابا. بعد الاستفتاء جبهة الصباحي ستعمل على إسقاط الدستور. سنواصل نضالنا الجماعي السلمي من أجل إسقاط هذا الدستور. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله.